الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الشعب الليبي بثورته المجيدة 17 فبراير. ونقول هذا هو شعبنا وهؤلاء تبارنا. وهذه دولتنا وهذا مؤتمرنا. وهذه حكومتنا. ومن رأى أنهم لا يمثلونه فهناك انتخابات أخرى ستقام قريبا إن شاء الله. فلا يقنط ولا ييأس ولا يعجز وليعد العدة. فنبارك لشعبنا بثوارنا الذين نجحوا بقيام الثورة. ونبارك لثوارنا بمؤتمرنا الذي انتخبه شعبنا. ونبارك لمؤتمرنا حكومته الانتقالية. فالمؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية والقضاء ومؤسسات الدولة كالوليد الذي يحفو. ومهما فعلوا من أخطاء فلنحاسبهم وننور لهم الطريق حتى تشب الدولة على المحاسبة وخدمة الشعب والسهر على راحته. ولمن همش ولم يعط حقوقه فليطالب بها بطريقة حضارية قانونية. ونحافظ على وحدة الوطن، فإن الملك إدريس رحمه الله انتقل بليبيا نقلة نوعية من فيدرالية إلى وحدة وطنية. فلنبني على أسس الأجداد ونحترم رأيهم ووصيتهم ولا نخالفها ولا نتعثر في المضي قدما. وأن ليبيا أصبحت اليوم في يد شعبها، وأصبح الحاكم خادما للقوم لا سيدهم. إن كلمة توار تجمع الإعلاميين الذين خرجوا ضد قداه في الإذاعات يدعون الشعب إلى التظاهر السلمي ضد القذافي في ليبيا وخارجها، والذين حملوا السلاح لحماية المظاهرات ضد القذافي، وهم ثوارنا قرة أعيننا، بدونهم لا نستطيع حماية الثورة. فيجب أن يعلم التائر أنه قد يحرم عليه كثير ممن لا أحل لغيره، فبسبب أنه تائر على الظلم فلا يمارسه، وبسبب أنه ثار من أجل حقوق الإنسان فلا يهدأ باله حتى تعطى للمواطن الليبي كلها. وأن الثائر ثار من أجل إعطاء حقوق المواطنة في المأكل والمسكن والملبس والحياة الكريمة فلا يهدأ باله حتى يرى الشعب قد أعطى حقوقه. إن ليبيا اليوم سوف تحول إلى حلبة يتصارع فيها وحوش ضارية إن لم ينتبه الثوار ويوحد موقفهم من الظلم بشتى أنواعه. يجب أن نرشد المؤتمر الوطني والحكومة بأن يستثمروا في الشخصية المتزنة التي تزن الأمور بميزان الحق والعدل، وليس بالشخصية العشوائية التي يفرضها واقع أحداث ليبيا. علينا أن ندعو إلى تطوير شخصية ليبية تواكب تطلعات الليبيين في الأمن والأمان وحب الخير للغير والتفاني في عمله. فالشخصية الليبية لا زالت مرتبطة بالماضي التعيس، وبهذا كل شيء يوزن بميزان تلك الحقبة. قتل القذافي ما أكفره، قتل كما كان يقتل الآخرين، ابتلعه الشعب كما كان هذا الغول يبتلع الآخرين، وكان يقتل الأبرياء بشراهة، وتبوار الشعب قتلوه بشراهة وانتقام واستحقاق، وعمت الاحتفالات يوم مقتله. ولكن هل مات القذافي حقا؟ هل تغير سلوك الليبيين حقا؟ هل جاء في المؤتمر من سيطبق جدول الشعب والتوار حقا؟ هل ترى ثورة تحقق المطالب حقا؟ كما يقولون كل فول لها كيان. ودعنا نضع الموازين وننظر في حقيقة ما يجري وما جرى ويجري. فتوقعات الشعب أن يكون في ليبيا استقلالية عن الماضي وتغييرا جذريا في كل شيء، في المعاشات وفي التعليم، في الطرقات، في الإعانات، وفي إلى آخره. فإذا بالإحباط يصيب التوار، والتوار الآن توقعات وتطلعات، وكانت روحهم العالية في الثورة وسلوكها فرضت عليهم الكثير والكثير من المسؤولية تجاه الثورة وحقوق المواطنة، وكانت لهم توقعات وتطلعات وردية وجميلة، ولكنهم كانوا منتصرين ونشوة الانتصار أخذتهم بعيدة عن التساؤلات، ولم يصحوا حتى رأوا أنفسهم أمام الأمر الواقع،
ولقد وجدوا أنفسهم خارج الحكومة بل وهم شوب. أولا قبل كل شيء نبارك التوالي 17 فبراير المجيد الذي رسخ مبدأ المحاسبة للحاكم، ونقول ما هي أسباب عدم استتباب الأمن في ليبيا؟ ما هي أسباب الاختفاء القسري، السجون والتعذيب، القتل، القبلية، الإقصاء والتهميش، تعابين العهد السابق الذين بدلوا جلودهم، الصراعات حول الولاء للرئيس وليس للدستور، وهذا يخلق منه دكتاتورا جديدا، تأثير الأشخاص على المسار السياسي، مواقف الوطنيين وابتعادهم ظنا منهم أن لا حاجة لهم، أن الانتصار سهل المنال وقد أخذناه بجدارة، ولكن الحفاظ على الاستقرار السياسي صعب جدا، خاصة في خضم شعب جائع محتاج لا يجد مسكنا يأويه أو راتب شهري مستمر وحقوقه ضايعة. إن بركان الثورات لا يهدأ سريعا وإنما ببطء، وحذاري من أن تحرق الثورة نفسها. بركان الثورة لا زال متخذا لم ينطفئ. التوجهات السياسية كالمستقلين والأحزاب والكتل يجب أن تحرص على الحريات، حرية الرأي والمشاركة السياسية، الحرية الاجتماعية، الحرية الاقتصادية، حرية الإبداع والابتكار، والحرص على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان. لا زال الكثير من السجناء الذين يقبعون في السجن بلا محاكمات. أين حقوق الإنسان؟ لابد من الحفاظ على استقلال ليبيا ولا نسلمها لقوة خارجية. لا حاجة لنا بالتدخلات الخارجية، ويجب توضيح ذلك لمن يحكمنا. لا حاجة لنا بالتدخلات الخارجية، نحن رجال وهم رجال، لنا فكرنا وتراثنا. لماذا تقمع الحريات؟ لماذا تقمع الحريات حتى بعد انهاء عهد الاستبداد؟ العصابات المسلحة التي تسرق السيارات وتهرب المخدرات، هؤلاء الخارجين عن القانون لم يجدوا دولة تطاردهم. بارك الله في التوار الذين يطاردونهم. يجب أن ينهى الحكام عن الدولة العميقة، دولة العائلة والتشعبات القبلية. الحكومة لا يجب أن تحارب الشعب كما فعل قدافي. يجب تقصي الحقائق والضرب بيد من حديد لمن يشجع على الاغتيالات السياسية. يجب أن نقيس الدولة الناجحة والفاشلة بأعمالها التي قدمتها للشعب. يجب إعطاء المساحة الكبرى في الأعلام للأحزاب السياسية لكي تثقف الشعب. حفظ الله ليبيا من انقلاب من انفلات الأمن والحرب الأهلية. الله أكبر، الله أكبر، ما كبر ثائر أعالي التلال وهلل. الله أكبر، ما خرجت أم تطلب ولدها فقيل استشهد. الله أكبر يا شعب ليبيا، ثورتك جميلة وأنت أجمل. أيها الشعب الذي قاتلت من أجل إسماع صوتك للعالمين وقدمت العرسان الشبان الشهداء في المعركة، لا يجرمنك أزلام يريدون إسقاط حقك في الحرية. قاوم بقايا اللعين الذي أسقط حريتك بالنقاط الخمسة. لا تخنع لمن يحسن القول ويتعذر لطمس الحرية. أيها الشعب الذي ركع لثورتك شعوب العالم، أزلام يريدون التآمر عليك وأصلح قبل فوات الأجل. أيها الشعب الذي مزقت طغيان القذافي أشلاء بعارية اليد، ثوارنا مجتمعنا الواعي أفطن من حيل الحاكم المتسلط. حارب الدكتاتورية فإنها ستسقط حقوقك في الحرية. أنهض لتصحيح مسار الثورة ليفلت زمام الأمر من يدك فتندمي. جزاكم الله خير، ونسأل الله أن يعيد علينا هذه السنة والسنوات القادمة بالخير واليمن والبركات، ونشكركم على هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.